ومبسوطة جدا بتواجدي قدام القيمة والقامة الفنانة الكبيرة مديحة حمدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا بتشرف باسم بقى. ميار. ميار؟ يعني أنت حلوة واسمك حلو. أنا عايزة أعرف بقى أنت بتصغري ولا بتحلوي ولا إيه؟ باكل مكرونة. الاثنين. بتصغري وبتحلوي. باكل مكرونة. طيب كلمينا عن الفرق في الفنانات الجيل القديم والجيل بتاع دلوقتي في التعامل. لا يعني احنا العدد كان قليل قوي ومعظم الفنانات كانوا متفرغين يعني للشغلة، وفي كان منهم ايضا كتير بينتجوا زي سيدة مديحة يسري مثلا كانت تنتج، سيدة ليلى مراد برضو كان، وأستاذ أنور، كل دول كانوا بينتجوا. فالمسائل مختلفة شوية، احنا عددنا كتر وكل البنات الحقيقة الحلوين عايزين يبقى فنانات أو مذيعات، خلي بالك يعني. فالعدد كتير وبنات ناحية الشكل والجمال لا طبعا ممتازين، مثقفات كل ما حدش دلوقتي تلاقي أقل حاجة واحد عنده بكالوريوس ليسانس غير اللي بيطلع ياخد شهادات من خارج. الفن تطور في المعدات وفي زي ما قلت في الديكور وفي الإضاءة وفي الأكسسوار، في كل حاجة في تطور. كنا الفترة اللي فاتت شفنا في من بعض الفنانات تطول على الفنانات الجيل يعني مش الجيل القديم شوية، زي رانيا يوسف طلعت هجمت الفنانة نادية الجندي واتكلمت عنها، حضرتك بتشوفي ايه؟ انت جايبة يعني حالة علاقة رانيا وعلاقة مع نادية الاتنين في حاجات اجتماعية يعني، ده حالة خاصة فعدي بعدها غير كده مفيش. طب حضرتك بتشوفي ايه او ردك عن ايه عن دايما في بعض الفنانين بيبقوا دايما بيحبوا يتصدروا الترند ويتصدروا المشهد العام بإثارة الجدل او سواء الفيديوهات، زي مثلا ما بتشوف مع الاستاذ محمد استاذ محمد رمضان دايما بيطلع يتكلم عن نفسه ان هو نمبر 1 وان هو دايما الوحيد اللي موجود على الساحة. هو حاسس ان هو فعلا ممثل قوي جدا وعنده حضور وعنده شعبية ما نقدرش ننكرها. يعني انا لما اجي اتكلم عن نفسي انا حر، ما حدش يزعل، انا حر. بس هو ما بي الحقيقه ما بيهاجمش حد، عمري مش قريت له انا على الاقل حاجه بيهاجم فيها حد. هو حاسس ان هو نمبر 1 خير نمبر 1 ونمبر 1 دي ممكن يقف على الرصيف برضو كتير جنبه حاسين ان هم نمبر 1 ما يجراش حاجه. حضرتك كلمينا تبعتي ايه بقى في مسلسلات رمضان السنه دي؟ للأسف لأن أنا عندي جمعية ومسجد في رمضان بالذات بالنسبة لي بيبقى طقوسه مختلفة شوية، فيدوب شفت بعض مقتطفات من مسلسلات، لكن هي دايما بعد العيد بقى بتجي إيه المسلسلات تنزل نقدر نتابعها ونقول إن شاء الله. ممكن نشوف حضرتك قريب في عمل ديني؟ إلى الآن لم يعرض علي. طب إيه سبب غياب الأعمال الدينية في المسلسلات أو في الدراما الحالية؟ هي تكلفتها كبيرة شوية لأنه كل عصر ليه ملابسه وديكورات، يعني مثلا أندلسي غير الأموي غير الفاطمي غير العباسي غير الصدر الإسلام غير الجالي، فدي عايزة إنتاج كبير جدا، وزي ما رحيتك من ناحية كمان أماكن التصوير صحراء وخيام وخيول وبري يعني لا مكلفة جدا. فيعني أنا أتمنى أن الدولة هي تنتج الأعمال الكبيرة دي، أو زي ما بنقرأ في السينما بيبقوا اتنين كيانين أو ثلاثة بيتلموا مع بعض بيعملوا فيلم واحد، فياريت نشوف كده يعني شركتين ثلاثة مع بعض ويعملوا عمل كبير. الفترة اللي فاتت شفنا الدراما بتتوجه لمناقشة مواضيع ومشاكل اجتماعية وابتدت كمان تطرح لها حلول، زي شفنا المسلسل بتاع تحت الوصاية للأستاذة منى زكي. حضرتك إيه رأيك في التوجه ده؟ للأسف شديد أنا منى زكي بنت بحبها جدا جدا جدا، وأول ما جت من الخارج واشتغلت معانا بإخراج مدام رباب حسين، يعني بحس إنها بنتي يعني منى، ومنى إحنا نفتخر إن عندنا منى زكي. أكيد عملت مسلسل كويس بس أنا للأسف زي ما بقول لحياتك ما أسعدنيش الحظ إن أنا أتفرج. قوليلي دايما بيبقى فيه لكل جوان كبوة زي ما إحنا عارفين، فلكل فنان ممكن يكون في عمل بيقع أو عمل مش أفضل أو مش على المستوى اللي إحنا دايما متعودين، فبيحصل هجوم شديد قوي قوي على الفنان ده وما بنعرفش نفصل ما بين الفنان والشخصية اللي بيجسدها، طب ده أنت بتشوفيه إيه طيب؟ لا طبعا لازم النقد الصح الموجود
موضوعي، يعرض زي ما قلنا بموضوعي، يبقى بموضوعية، نشوف ايه الجوانب الإيجابية اللي في العمل وايه الجوانب السلبية اللي كانت في العمل، وتبقى موضع مناقشة وتحليل، لكن هجوم من أجل هجوم بالطوب نرمي كده على طول لا. يبقى مشكلة اجتماعية لو قلت لحضرتك ان معروض عليك انك تناقشيها مثلا في مسلسل وتعرضي حلولها، ايه المشكلة الاجتماعية اللي تحبي تناقشيها؟ المشكلة دلوقتي المرأة المعيلة والمرأة اللي في دور المسنين، المرأة اللي هي زوجها قاعد في البيت ما بيشتغلش او العياذ بالله بيشرب مخدرات او كذا، وهي اللي بتنزل تشتغل في البيوت وتبيع خضار وتبيع زبدة وتبيع جبنة، وهو الزوج. ومش كل الرجالة، بس عشان برضو احنا زي ما بنقول موضوعيين، في كتير بيستسهلوا ان المرأة بتخرج تشتغل وهم مش قاعد بيتلقى الغنيمة. أستاذة احنا مش حابين نطول على حضرتك، ولكن قبل ما اختم عايزة أسألك إن شاء الله خطواتك الجاية ايه؟ الصالون الثقافي بتاعي إن شاء الله على منتصف مايو بإذن الله. يا رب نكون خفاف وما تقلناش عليكي، وسعدت جدا بحضورك معنا النهاردة. شكرا. أخبار اليوم بتوجه شكر لحضرتك. الجرائد اللي ليها فضل عليا والله بكلمك جد، وخصوصا الصفحة الفنية من أيام الأستاذ تبارك والأستاذ عصام بوسيلة والأستاذ مجدي عبد العزيز، فكل دول يعني لا ليهم أفضل كتير، ولا أنسى يعني اللي قدموه لي يعني وساعدوني بيه. شكرا جدا لحضرتك، مرسي.